Cihat. Erçen hep tembihin. El evvel resme ulema'u hazel fen ila ahri alimin ilmi urude resm arude beli alimin ilmi arude resm kirine yani nivisandine harfa bişeddi bedu hab harfa bedu hab harfi tenvini je nasa jenne kerem ke harfa bişedde duha harf nivisandine tenvini jibnune nivisandine ha rasta aynı mesela harfa bişedde bedu ha harfa tenvini ji nivisandine binune ne bedu harfa binune ji nivisandine ha farasemu ila ahri nivisandine evet er-raculu ku be elif lam mu bişedda ra'iye mesela er-raculu belamu ve hem befekka ra'i hem nefisandine beni kerem ki belamu befekka ra'i aynı sen belamu ve befekka ra'i hem nefisandine Muhammeden bevi şekli Muhammeden bedah mima bechand mimu bechand mimu onuneki peşti dali mene izil mu'tabaru indahum laura tishtiku jira qadr hayya li jamwan al alfazu lafzan fama yatalaffazu bi ila akhri aw tishtiku fi kupi talaffuz kirine yani de esnaya haberdane de ki jan harf devi muruf deri pe haberde de ve de nefsinin ve ki elifa Allah'ı kuberiya haiye hem ve ki elifa Errahman kuberiya nuneye vusa nefsandine evet Allahu avsan sana Errahmanu yani ve elif eji dersine bele ve ma la yutalaffazu bi au tishtek talaffuz pe na ekirin pe be ve che na be la yurs la yarsumunehu ve na nefsine şevaku tedid de lafze erraculu de وإن كان موجودا في الخط جرتي دخطي ده هبه ونبي صاندن نبي صانديبه كهمز الوصلي وكي همزه وصلي كود دست بيكا كلمه دايه جي زيده كرنه جبو خلاصيه جدست بيكرنا بحرف ساكن لورا عرب بحرف ساكن ابتداء بكلمه دسبيكي بكلمه ناكن ام بجنا وقت ابتداء قطيه وكي همزة اسم مثلا اكتب استغفر وانا همزة وصلين والف الجمع بعد الواوي او وكي الف جمعي كتي نبيساندن بشتي واوا جمعي وكي دربو بشتي واوي الف هاتيه نبيساندن جيبو فرقه نابينا واوا جمعي وواوا عطفي وكي حضر وتكلم زيد أبو عطفين هناك علتين ديجي هاتنا قوتن هم جبو في مسألة هم جبو مسألة هم زواصلي بنيرة كتب الصرفي ونحوه ولذا اسم إشارة راجع ببال مذكور يا يعني جبو كو أهل عرود اعتبار دادن لفظة نادن جبو اعتبار دادن لفظة بلي جبو اعتبار دادن لفظة نادن قاعدة إملائي قيل هاتيه قوتن خطاني دحب خطهن لا يقاس عليهما قياس لسروان نائكرن خط المصحف العثماني يجي خط مصحفة يعني قرآن كوب أمريخ حضرة عثمان هاتيه نفساندن دي اتقان امام سيوتي دا
وصا دبيجة قاعدة عرب عرب عربي أبا كل لفظ ولا نبيساندن بحرف هجائي تبي رعاية كرنا دس بيكا بوان وسكنا لسروان نحويا جير أصل قاعدة آها كرنا جارنا خط مصحف إيمان دهنك حرفا ده مخالفة كرية قدية وطني وكي يعني مثلا چنكي وان قاعدة كو هاتنا چكرن پشتي خط قرآن هاتنا چكرن وان قاعدة إيجا دبكو مثلا أو هنكي نفساندن شكل خط قرآن مخالف بجبونا وان قاعدة نحويرا يعني بوي نواي ناي قرآن ناي أو كرن ناي قهارتن حرفي أو ثابتن يعني أو وكا دخون مصدقه وان هي وكي في آيتا يا أيها الناس دي بشت يا إيه ده ألف جي حزب بويا ألف جي حزب بويا جانب حزب نبو بحزب بويا بلي قاعدة وكو حزب نبا وخط العرودي إلى آخره يكجي خط أهل عرودي يا لنك تقطيعي يعني لنك قسم كرنا شعري أجزاء موزونة بالتفاعل المناسبة لها أجزاء موزونة بالتفاعل المناسبة لها قسم كرنك كهاتية وزن كرن بتفاعلي بتفاعلي كمناسب جوان قسمارا وكي بني وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه نفسي بحرا خفيفا صالما نانا هل مقوتية بحرا ويهبا يا السلام عليكم بحرا ويهبا بحرا خفيفا صالما نون شنو ملي نازعتني إليه نفسي ها بدقيكي قالتها تشكي جيب قطعنا نازولا وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه نفسي البحر خفيفة صالمة نفسها ها مستفعل فاعلاتنا مستفعل فاعلاتنا يعني هردو اوكي وي هردو تقطيعي وين قصي يمن يعني هردو فقري وين فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات إجا مستفعل بيما فاعل ها بلي لنك تقطيعي معنى خفيفة صالمة لنك تقطيعي يعني دمك وام لقوري وزن تفاعيلة قسم بكن دي وصى ببا دي وصى بيتا نفساندن شو أبي أوابي نفساندن ها أري بني لنك تقطيعي يعني دمك وام لقوري وزن تفاعيلة قسم بكن دي وصى بيتا نفساندن أوا شو وطني لو شغلت بال خلدوا عنه او بس يعني بس سيح او اجى حربي فما تنزل قانون وصل شي نوبه نفسه نازعتني اليه فيا لخلد نفسي او اجى ولا امرس ملن فاعلات مني فاعلات مفاعل فاعلات فاعلات مفاعل فاعلات ايه ها
تقسيم تفعيل شوا ما تقطيع شعريجي وكيوية ودوزانا وي تقسيمي دوزنا وي تقسيمي ده او بلكي الف زيادة شبيه مثلا تقسيم تفعيل شوا ما تقطيع شعريجي وكيوية ودوزنا ودوز الف كي زيادة راس ودوزنا بلي بلي ودوزنا وي تقسيم دايا او زمان بتش حرفي او زمان لا او يا او يا او ها تمام بتش حرفي وي تقسيم دايا او زمان او زمان بتش حرفي بي 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 او حرف هاتيه نبساندن وبتش نه بي 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 او نه هاتيه نبساندن شو يعني جواب يا ربي خير بيبي 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 ها بيبي بيبي شو جابي بيجي جاب سليم صار إنك بيك خيره يعني أنا أشخوا ما جويا مثلا وطني لو شغلت بيل وطني لو شغلت بيل مثلا ما جوتي بيل بيل د أو كده بنيرة جيب من تقطيع نكري نورمال شعر نبي صاديا هذه همزة همزة وصلها أما الأول ناقص بيصادن راسته بيل مثلا عداول وطني لو بيفعلات شغلت بيل مفاعل اتشي زماني ما بتشي بيبي بما وين بيصادن يقول نبيبي بما مثلا همزة وصلي ما نن بيصادن يعني لغوري عروضة با لغوري عروضة با زمان بتشي تلفظ بك تويد نفسيني مثلا أقول دي عن هو دي بيشتي هاي دا ما واو نبيسان دي چينك انت دي ضميرا مذكرة يا واو كده هي طبعا أما مثلا دا او كده تنه نورمال دا شيء دا خبر د كتابتا ايه كل قول املائي بتنه يعني فقط زبتا هي چينك اميات بيها تلفظ دي مثلا ما قلت نازعتني إليه نازعتني إليه فيالة خلدي نفسي نازعتني إليه نفسي نازعتني فاعلات إليه إليه او ما قيد ورده كم نبي صاندية نازعتني إليه فيالة خلدي نفسي او سطة نبي صاندية فيا اصلا بلكي فبيل خلدي فيا بيل خلدي من كهر عدا بيا من كي غلط نبي صاندية دبا تويدوس هم درباص فاهم كده فاهم كده يعني مثلا نبي صاندنا عروضي علمي عروضي لقوري تلفظي لك نلقوري إملاي لك شوكو خط مصحفي جي لقوري خوي بري كوباي قرالي نحو صرفو إملاي نات نداني شوكو هاتيه نفساندن اهدي بصا عيني بصا دمين مالي الثاني تنبيه دديا تدويا جعل العروضيون من العرب جعرب عالم عرودي قراندنا الأسباب والأوتاد واسطة سببان وتدان كرنا واسطة وسبب لتركب الأجزاء سبب حرفاء أول متحركة هذا دويا يا متحركة يا ساكنة أجر ساكن بس سببها خفيفة أجر متحركة بس سببها ثقيلة يعني ما جو بلي ما جو السبب أبيكوا بشتي حرفة أول حرفة دي ساكن بها أو سببها خفيفة وحركة لي بها سببها ثقيلة إيجا يعني كنت حرفا إيجا كنت بس سي حرف أو تبا واتد واتد بلي أبا واتد بلي بلي اللي ترى مرتوي خطبة واتدا مفروقة أجر متحرك بها واتدا مجموعة كنت ساكن بها أرتوي يعني حرفة سي حرف حرفة أرتي وساكن به وتدا مفروقة وكو أرتوي حرف حركة لي به وتدا مجموعة
مجموعة. خش. لتركب الأجزاء من الأحرف. بله. جبو برهبونا وان جزءان جحرفا يعني جبو كوان جزءان جحرفا شي ببن وور الميداني فتتركب الأجزاء منهما. أبا دويدمي وان جزءا جسببانو ووتدان برهب دبن شي دبن يعني وهما مثلا اجزاء باش مثلا مفاعل فعول الفلان بناش السبب هو تدا شغل وهما من الاحرف وهما يعني اسباب وتا اوج من الاحرف ايش حرفا شدنا و وان سببا وتدا جيج حرفا برهب دبن شيدمن ولم يجعلهما اركانا وان سببا وتدا نجراندنا جركنان كما فعله الاعاجم شو عجما تمثيلا تمثيلا مثبت كرنا منفيه نتمثيلا منفيه لبي يعني منفيه مثبت كاو تشتكوا عربا نجران دي وان جران دي يعني عربا عربا يعني نا تمثيلا منفية ناكو مثلا شو عربا نقران دي عجمة جي نقران دي نقوي هوا بلكي يعني منفية وان مثبتك يعني عجمة وان قران دي ركن قوتيا واتدو والسبب ركن جبونا ركن جبونا الشعريرة جبونا الشعريرة إجا عربا قوتنا النشاط السلام عليكم از در سید پوینه و از این زمان قلی جدتا تمام اوه کما فعل تمثیلا مثبت کرنا منفیه یه یعنی کما فعل یعنی ولم یجعل کما جعل کما جعل لعاجم یعنی نوصا تمام یعنی شوکو عالم عجما وان گران دنج رکنا وإنما الأركان هي التفاعل وان ركنان أنجق أو تفعيلانة يعني وان تفعيلان أو ركن جي أو تف وإنما يعني لقولي لقولي أوكا لقولي عربة الركن وان تفعيل وإنما الأركان يعني وقع عند العرب هي التفاعل و وان ركنان انجا يعني الجمع عربا او تفعيلانان او تفعيلان وان تفعيلانان نا اوكن نا اسباب او تاد بله اي مثلا او تفاعيل لقولي عربا لقولي بحر عربا اعطينا تشيكر اما مثلا تفاعيل لقولي بحر عجماجي اقر او تقليدي وان بن اوكن اما عجم مثلا ترك جيتا دي لقولي هجاء شيركا نلقولي تفاعلها شيركا مالي تجينا دا لقولي هجاء شيركا مالي ويقال لها جبان تفعيلا رأى تي قوتين الأمثلة جمع مثال جمع مثالنا والأوزان يعني الأمثلة والأوزان جمع وزن يعني أمثلة ووزن تي قوتين وقد أسقط بعضهم الفاصلتين بعضك عالمي هردو عالما هردو فاصليا جي خستنا يعني سببانو وتدان جوا سيتيا حساب حسبان دنا يعني جي عالمي عربا نعم وقد أسقط بعضهم الفاصلتين هل فاصلة قطانة يعني فاصلة قطانة معنوي أوي يعني وانجي وانجي سبب وتدا حساب كريه لا يعني هناك جعالما شكرنا فاصلة يا قد شو حساب نكرنا فاصلة يا شو بحثا وان نكرنا بوتنا سبب هذا وتد هنا
اي بعضها فصيلة انا كنا يعني بعضها امثلة واوزان انا كنا نا نا ما امثلة واوزان شخو او كن شخو السبب هو تدن يعني تفاعيل امثلة واوزان تفاعيل اي ايجا تدي ما قول امثلة واوزان شو شي دبن يعني تفاعيل شو شي دبن جي سبب هو تدو فاصلة ايجا بينك عالم فاصلة ذكر نكنا بعصا وانا اريد فاصلة شنا فاصلة ايجا بيجا فاصلة صغرى فاصلة كبرى انت بوجي مش بيرا كريا ها؟ ها؟ تبوجي مش بيرا كريا اري اري دبي سي حرفا دا حرفا شاراك وساكن با فاصلة صغرى يا دبي شار حرفا دا حرفا بينجا ساكن با فاصلة كبرى واي واي والله تقول عينا افيا عمر بيش فاتشا دي مفزوش بيراتكا عينا هيدي دي بيروني مريم ان شاء الله مالي فاصلة جي خصنا يعني سببا وتدا جواسطيا حساب حسب عندنا لهر دو فاصلة يا هر دو فاصلة يا جي نحسب عندنا تمام فاصلة صغرى فاصلة كبرى نحسب عندنا لتركب ما من الأسباب ولا أوتاد چونكي فاصلة جي جي أسباب وأوتاد شدنا جبويكو فاصلة جي سببا وتدا مرهب مرهب دبن شيء دبن يعني فأغنى ذكر السبب والوتدي عنهما ناب هلاندنا سبب وتدي وتدي احتياجي نش ج ناب هلدانا هردو فاصلة يرى من وأما أرباب صناعة العروض من العجم أما هجيكا ماهر بعلم عروض جعالم عجمة فقد بنوا أصول أوزان الشعري آبا كرنا أصل وزن الشعري على ثلاثة أركان لسر سيركنا عندهم لباوان وإني واني واني كلنك وان ركن ركن ل ركن واني كلنك وان ركن لنك عربا نركن او هر سي ركن لجم وان امن يعني سي ركن لبا عالم عجما هنا او لبا عالم عربا نركن او امن السبب والوتد والفاصلة ها سبب جغو ده حرفية وتد سي حرفية فاصلة دي چار حرفية و پنج حرفية قالوا ملك أيوة. قالوا أري وصى بل هي جت تبي مثلا سبب سببا ما قول سببا أوكي أبا خفيفة أبا ثقيلة وتدا مجموع أوصى أو أي أنت بل قالوا عجما قوتنا لابد أن لا يكون الشعر خاليا من السلاسة دي قوتي الشعر جبان هرسي أنا خالي لازم يكون الشعر نخالي به جهرسيا فيجب أن يوجد الجميع أن يوجد الجميع ديتنا تماما يعني تمام وان هبن في شعر واحد ديك شعري بالتنبة ملم ولا يستحسن خش ناي ديتن ان يتالف الشعر شيبونا الشعري يعني كل شعر ورق ميداني من تكرار واحد منها جحك جوان كهك ورق تكرار كرن يعني مثلا تو الشعري تبيني جي سبب الشيء يا تو الشعري تبيني جي وتد الشيء يا جي ام بيجن جي فاصلة شيكي خش نينة ها كوش هر سيابة دي كلمة و سي كلمة و چار كلمة و پنج كلمة تداها با او صاب هر دي سكيل وقا ديوار اكي كبير مزون و بچو كيف دقرن مالو من تكرار واحد جي تكرار يكي جوان فعدوها اركانا عندي بانا حساب كرنا ركن وان هرسيا عجما وان هرسيا ركن حسب عندنا وسموا التفاعل أصولا أما التفاعل رج قوتن قوتنا أصل نقوتنا الركن ناب التفاعل جي دانينا أصول
وجمعة أصلية. ماني الثالث بلي الثالث تبيص سيا سترى العين من العين سترى العين من ها توي ببيني لغ زكي عيني جفاعلات ومستفعل قد رسم غاطية نبساندن في بعض المواضع عين ايش ما تبي عين اتدعوك اتي انا فهم بلي في بعض المواضع دهن جيهان ده مقطوعة مما بعضها وقتان ديه جحرف بشتي خو هكذا ببي شكلي فاعي لاتن مستفعي لن او جيو سا مقطوعا وذلك ابقتان دنا عيني لبي جارنا جي نذر خطان ديه جارنا وقتان ديه جارنا جي نذر خطان ديه جارنا جارنا وقتان ديه جارنا جي نذر خطان ديه يعني جارنا فاعلاتن ومستفعلون بهذا جارنا جي وقتان ديه وقتان ديه بلي وذلك وقتان دنا عيني جما بعد خو وقتان ديه جما بعد خو لأن لهما لو راج هرد وان را هي عند علماء العلوم العربية للعالم العلمي عربي حالتين دو حالة إذ قد يكون كل منهما مفروق الوقت لو را هل يكجوان فتحة تي وتدي وتدي راس تبالي لو را هل يكجوان شا جارنا دبن وتدا مفروغ وساكنة دنا بين دو متحرك وساكنة دنا بين دو متحرك هذا راسته أو وتدا مفروغة وقد يكون مجموعه وجارنا هل يكجوان دبن وتدا مجموع وساكنة فشتي دو متحرك يخش فالأول إلى آخره أول كفاعلات دي بحرة مضارع ده مرهب بويا جواتنا مفروق كفاعي أو مرهب بويا جدحب سبب خفيف أو مرهب بويا جدو حرف جدو حب سبب خفيف كلا وتنه فا فاعلاتن دجي فاعلاتن دجي وكي ديدا كنا بحر مضارع مرهبوية جو تدا مجموع او تدا مجموع جي علاية علا كدنا بين دو سبب خفيف داية علا علا اوجد دو سببي خفيف سببي خفيف ما يقول يعني مثلا علاد النابين دحب سببي خفيف ده علا فا فا او تن دنابين شي ايفن فا او تن فا او تن كو دنابين دو سببي خفيف ده او هر دو سببي خفيف جي لقيت خفيف جي أمن فا أوتون راس والثاني إلى آخره يا دو يا كم مستفعلنا دبحر خفيف ودبحر مجتس داية مجتس برهبوية جو تدا مفروق وتدا مفروق جي تفعي كدنا بين دو حب سبب خفيف داية تف اي ايه كسبب خفيف ضايع او هدو سبب خفيف جي امن مس اولن مس تفعي تفعي اولن خلاص شقا انج انج تشكلنا يا واي دي واي او مستفعلن
او مستفعلونه دفان هردو بحرادا يعني مستفعلون ندفان هردو بحرادا او مستفعلون ندفان هردو بحرادا بحرا مجس مجتسو بحرا مضارع ندفان هردو بحرادا خفيف 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 ومجتس بحرا خفيف و ايفا مجتس مجتس راس يعني خفيف مجتس ايفا ندفان هردو بحرادا يعني دبحرين وكي ديدا برهبوية جدو حب سببي خفيف نوصا او هرب السبب جي ابن مس او تف او جو تدا مجموع او تدا مجموع جي ابا كعيلنا عيلن او تدا رست Evet. Seyda Levra bilsin Tuğuzi. İro azay kem dersa sabiye ama sabiye bi khayr devam ki ve kitabatul ayn az fotokopya biya derham. En baş az derham jubu kujmara rahat. Cezakallahu khayran amanati khuda khatrime.